هل مبارك على مستوى القدرات العقليه ضعيف قدرات العقليه بتاعته لا مبارك ذكي مبارك مكار مبارك عنده قدره على الاستيعاب مبارك عنده ذاكره كويسه مبارك عنده قدره على النقد مبارك عنده قدره على تفحص الاشياء ورؤيتها عاريه يعني فيه تعبير انه ازاي الواحد يقدر يشوف العمود الفقري بدون ما يشوف اللحم اللي حواليه زي فيلم الاشعه كده مم. ففيلم الأشعة ده بيصور بيشوف العظم بس. بيشوف الهيكل العظمي. الهيكل العظمي. فمبارك كان يقدر يعمل ده. مم. ولم يحدث في تاريخ مبارك على مدى الفترة اللي فاتت كلها دي ال 35 سنة، أنا طبعًا باخد ست ست, 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 ست ست سنين الأولانيين اللي هو نائي ريس مع مدته. لم يحدث إنه مبارك خاب اختياره في إنسان. مم. يعني هو بيختار بمزاجه هو، هو مم. عايز بمزاجه هو، هو عايز بمواصفاته هو. بيختار من المحيطين. لا يعني الأستاذ كان بيقول يا هنا اللي يحتاجه مبارك يعني اللي مبارك يحتاجه يا هنا ويا اللي يغضب عليه مبارك. مش للدرجه دي، لكن يعني على سبيل المثال أنا عقيدتي إنه ما فيش اختيار من اختيارات مبارك م. في رأيي أنا إلا وكان ملازم ليها واحد أصوب من الاختيار موجود. م. يعني هتقولي لي أي واحد أعظم واحد كان مع مبارك هقول كان في ساعتها واحد يبقى أحسن من ده. م. م. وموجود وقدام عينين مبارك، لكن بما قبيس مبارك ده كان أحسن. فإذا هو لم يخب ظنه في حد. مم. لم تثبت التجربة إنه كان اختياره لا يحقق أهدافه. مم. ودي نوع من أنواع الذكاء الرهيب. مم. لكن على مستوى الأستاذ هيكل في فجوة نفسية كبيرة أوي حصلت يوم 16/4/75 اللي هي بقى فيها مبارك نائب رئيس جمهورية. وكلف ممدوح سالم لاول مره بتشكيل الوزاره يعني خرج عبد العزيز حجازي وكلف ممدوح سالم بتشكيل الوزاره رغم انه كان كلف عبد العزيز حجازي بانه يشكل وزاره وطلعت في الطبعه الاولى من الاهرام لكن الوزاره اللي انتهت في 16/4 هي اللي فيها ممدو... اللي رئيسها ممدوح سالم وخرج في اليوم ده كان في محاولات مستميته لاصلاح العلاقه بين هيكل وبين السادات كان بيقوم بها السيده جهان السادات نفسها سيد مرعي نفسه وهكذا يعني ناس من هذه الطبقة الاهم من الاثنين محمود فوزي مم. اللي هو يعني تنحى عن رئاسه الجمهوريه في اغسطس 74 لكن كان ليه وضعه البروتوكولي في مم. في 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 ذلك الوقت. فالعرض اللي قدمه ممدوح سالم لهيكل حسب روايه هيكل في في كتبه يعني مبكره احاديث بالعاصفه والحاجات اللي ما عادتش بالطبع دي مم. انه عرض عليه نائب رئيس وزاره. فطبعا هيكل بس انه يبقى حسن مبارك نائب رئيس جمهوريه وهو نائب رئيس وزاره صعبه. مم. لما جاء مبارك الحكم حصل اللقطة بتاعة اخراج الناس من السجن مم. فالناس لما يخرجوا من السجن بيقعدوا بالبروتوكول مم. يعني مثلا وقت في بروتوكول مصر مين الشخصية الأولى في مصر بحكم البروتوكول مم. من الماضي يعني مين الشخصية الأولى في مصر تعرفي حضرتك تشبهي كده مين مم. الامبراطورة فوزية اه <applause> ده, ده ابو حكم البروتوكول آه. من آه. آه. لان دي كانت آه. كمان امبراطوره ايران آه. آه. اخت الملك فاروق آه. وعايشه لغايه الوقت آه. ربنا يديها الصحه والعافيه يليها زكريا محي الدين آه. رئيس وزراء آه. اقدم رئيس وزارة على قدها يليه عبد العزيز حجازي ثاني اقدم رئيس وزارة آه. يعني البروتوكول بروتوكول كده. البروتوكول كده ففي الوقت ده انه لما راحوا بقى هيك مش مش هو نمره واحد م. لان فؤاد باشا موجود فؤاد باشا سراج الدين اه فؤاد م. باشا موجود ده وزير من 42 وعبد الفتاح حسن ده وزير من 50 م. وابراهيم شكر والمهم يعني في شخصيات كثيره وفتح رضوان م. من 52 هيك ما بقاش وزير الا في ابريل م. 70 فابتدوا الناس يتكلموا الذكاء اللي هو الذكاء الاجتماعي بتاع الاستاذ هيك اللي هو معروف به اللي ما انكره انه انهى اللقاء قال له حضرتك تعبان بقى واحنا نسيبك بقى خدنا من وقتك كتير لا 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 معاكم معاكم لا 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 حضرتك باين عليك التعب احنا خدنا من وقت حضرتك كتير وبتاع وكلام منه. يعني الناس حبوا يتكلموا واتكلموا وأفاضهم وشكروا وعقابهم هم كانوا فوضوا سراج الدين ان هو يتكلم باسمهم لان أيه. يعني كانوا طالعين من السجن على طول أيه. على المقابلة هم ما هم في أدوبيس أيه. واحد آه. يعني انت اتفقوا ان الكبير بتحف الكبير بتاع آه. الكبير بتاعهم يعني آه. باشا سراج آه. الدين كان آه. وزير آه. قبل ما الاستاذ هيكل ياخد شهادته آه. بس حتى يعني قبل ما الاستاذ مبارك وجه الكلام للاستاذ هيكل الأستاذ هيكل قال له لا فؤاد باشا هو اللي بيتكلم عننا يعني دي رواية بقى مشكوك آه. فيها لكن لا قالها ألأ الأستاذ هيك يقول آه. هو لكن اللي حصل يومها إنه آه. قعدوا في الكراسي كده أيوه الكراسي كده يعني قعدت الكراسي آه. كده آه. فؤاد محي الدين الناحية دي فؤاد سراج الدين دين. يعني الرئيس مبارك اللقاء. الرئيس مبارك قعد بين فؤادين مم. فؤاد محي الدين وفؤاد سراج الدين أيوه والصورة موجودة وكل حاجة أه فلما فالأستاذ هيكل كان دوره كان دوره في اليوم ده إنه بينهي اللقاء مم. طبعا الميزه الكبيره كانت في زكريا عزمي بعد كده هي اللي اتعلمها من هيكل دي انه يجي للناس قبل ما يقابلوا الرئيس الرئيس تعبان اختصروا في الاسئله ما فيش وقت عنده ميعاد وبتاع ما تزعلهوش ده دي في الاخر ما تزعلهوش لكن في الاول ده عنده ميعاد بتاع بتاع في حد جاي له فهذه الوظيفه المانيبيوليشن ده الطريقه دي المانيبيوليشن ده المناوره دي يجدها طبعا هيكل وعملها مع مبارك في اول انا كتبت مقال لا بس الاستاذ هيك لو كان عايز اي حاجه كان قدر يعني يعني كان كان المجال مفتوح قدامه هو الاستاذ هيك مشكلته انه مش عايز يبقى واحد من الناس وانما يكون الاوحد يعني نظريه الاوحد لا مش الاوحد ربما يكون على القمه لا هو بقى دي 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 المشكله الحقيقيه اللي حضرتك وصفتيها في 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 في, في, في مبارك موجوده في هيكل مش في مبارك لا بعد الشر يا اخي لا 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 بدي احنا بس مش حاجة من مبارك في استاذ هيكل والنبي يا دكتور لا لا, بس لا, بس القمة 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 لا 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 جزئيه القمه جزئيه القمه دي وهي القمه دي حاجه وحشه اي ما هو في احنا مثلا هو الراجل قمه احنا ما انكرناش احنا بنقول في قانون الجامعه مثلا انه العميد مش احسن من الاساتذه هو استاذ بس مقدم بين اساتذه رئيس الجامعه مقدم بين عم. يعني مم. في التعبير اللاتيني بتاعها في القانون بتاعها ان واحد مقدم بينك مم. تعبير القمه بقى هو مصدر الخطوره انه فيه قمه وفيه سفح مم. لكن في القانون وفي الوضع الطبيعي في الحياه بين القمه انه مقدم بينهم لا في الابداع في الموهبه في الكتابه في الصحافه في في القلم في قمه وفي سفح كويس قوي هو يومها كان في مسابقه ادبيه فلازم الاستاذ هيكل ياخد مكانه لا. يعني كانوا رايحين هم مسابقه ادبيه كانوا يعني بس احنا يعني ايه اللي دخلنا في قصه يعني آه اللقاء الاولاني اللقاء آه. الاولاني اللقاء, آه. اللقاء آه. الاولاني فخلينا نتجاوز آه. دي عشان نشوف آه. ال... لان احنا لما بنكتب عن الناس بنكتب باسقاطاتنا آه. باسقاطات فهل انت انت شخصيا بقى السؤال هنا آه. انا هقلب الترابيزه بقى آه. هل انت شخصيا في 16 4 75 ترضى الهيكل انه يبقى نائب رئيس وزراء وحسن مبارك نائب رئيس جمهوريه لا انا في هيك احسن 100 مره انت كنت ترضي له كده لا فالازمه ابتدت من ذلك اليوم أي. يعني خلينا احنا نحن بنحكي تاريخ مش بنحلل أي. لكن هل ترضيله؟ ما ترضي. ما ترضيش اه فاهم من البدايات دي المشكله كان اهو الاجتماع اهو الاجتماع هو الاجتماعه. الاجتماعه فاكره ايوه طبعا ايوه 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 شايفه فؤاد باشا؟ كانوا كلهم طالعين من السجن اه فؤاد باشا هو قاعد آه. آه. على اليمين آه قلت حضرتك قلت, قلت باينه فؤادين آه. أيوة. جنبه فؤادين جنبه, جنبه فؤادين أي آه. أيوة. اتفضل المهم نرجع بقى لايه للفتره من 75 ل 81 في قرارات كتيره لا يزال التاريخ ينسبها الى الرئيس السادات بينما هي قرارات حسن مبارك لانه في 18 مره في الفتره دي حسن مبارك تولى منصب رئيس الجمهوريه بالنيابه واصدر قرارات ووقع مراسيم وعين ناس واختار ناس وكده في 78 ودي بقى اللي قالها هيكل مره واثنين وثلاثه ومش عايز يكررها الايام دي انه في 78 اكتوبر كان مفترض انه مبارك يبقى رئيس الوزراء يعني نائب رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء زي ما حدث في عهد عبد الناصر زكريا او علي صالح <صبر. زكريا> <applause> لكن الامريكان هم اللي نصحهم بان مبارك ما يتحرقش لانه لو بقى رئيس وزراء هيتحرق فالامريكان كانت نصيحتهم المباشره ان مبارك ما يحرقوش لأن الأمريكان وجدوا في حسن مبارك ما لم يجدوه في أنور السادات. وهو؟ ألا كتير. وهو؟ ألا وهو. الا أه. وهو الا وهو حاجات كتير. يسمع الكلام؟ مش بس كده. أه. هم عاشوا مواتهم ولغاية الوقت الأمريكان عاشوا مواتهم والإسرائيليين عاشوا مواتهم. وما عندهمش القدرة على توقع السادات عمل ده ليه؟ أه. وعمل ده في الوقت ده ليه؟ أه. وعمل ده ليه من غير تمن وده عمله بشرط الثمن ليه. فطبعا حسابات بهذه الطريقه صعبه جدا أم مرهقه أم للاجهزه أم لكن مبارك تقدري تتنبئي برد فعله تتنبئي بالمسار بتاعه تتنبئي بقراراته بسهوله شديده. أم أم دي نمره واحد. نمره اثنين وهذه الميزه كانت موجوده في مبارك مش موجوده في حد تاني من معاصريه جميعا. وهي الكتمان ويروي الناس انه في اخر لحظه السادات كان يفاضل بين اثنين محمد <applause> علي فهمي قائد الدفاع الجوي ورئيس الاركان فيما بعد ومبارك <applause> فعمل اختبار دي الروايه دي من محمد علي فهمي مش من <applause> مبارك ولا <applause> من السادات عمل اختبار بسيط انه قعد معاهم الاثنين <applause> السادات قعد مع اه بس ورا بعض محمد علي فهمي ومبارك ورا بعض اه ورا بعض بيعمل معاهم الانترفيو اه لا ده اختبار اختبار اه بيشكلوا هموم البلد انا مش آه. عارف اعمل ايه في الدكتوره هاله سرحان دي عامله لنا برنامج قلق آه حاجات كده يعني يعني حاجات عموميه كده من يومها اي بعد ثلاث ايام وجد السادات ان كل ما قالوا لمحمد علي فهمي موجود في البورصه موجود في السوق آه. وكل ما قالوا لمبارك حاجة. لم يتسرب منه شيء. آه. محمد علي فهم كان راجل مجتمعات، كان عضو رئيس مجلس اداره نادي التوفيقيه، م. متجوز من العيله الاباظيه، هو اصلا كان هو من دفعه 39 هي دفعه الجمصي وقديم و... في الجيش، كان من رجاله محمد فوزي، لها علاقات واسعه متشعبه، عدايله معروفين اساتذه معانا في القصر العيني. اما مبارك فلم يخرج من فمه كلمه واحده. م. فده اللي حسم اختيار السادات وحسم اختيار الامريكان وحسم اختيار ناس كتير بعد كده. القدره على الكتمان في منصب نائب رئيس مهمه. في الوقت نفسه القدره على اظهار انه نائب رئيس مش انه رئيس. في ناس كتير قوي في عهد السادات صورت ان هي اللي بتعمل كل حاجه. وان هي اللي كتبت كذا وان هي اللي عملت كذا. طبعا فيش حد في الدنيا كلها يقبل على نفسه كده القصة الشهيرة اللي دي اللي اللي فيها حلاوة شوية عن قصص السادات هي قصة النحاس ومكرم عبيد م. لما مكرم عبيد ابتدى يختلف مع النحاس حب إنه يبتدي يحرج النحاس فيحرجه ازاي ف... محمد هو محمد بي... علي فهمي على الشاشة اه محمد أي. علي فهمي أي كان ممكن يبقى هو رئيس مصر آه. هو مات 99 ما كانش اتكلم ما 99 ما 99 ايوه ايوه ف مكرم لخبط الورق للنحاس والنحاس بيخطب أي. فعشان يبان ان ايه ان النحاس مش عارف اللي مكتوب له ايه وبيقول اي, أي كلام وبتاع وكلام لكن النحاس ذكي جدا أي. حد الذكاء شاطر الاول بتاع دفعته بيعرف أي. لغات وبيقرا كل يوم مثقف على عكس ما يصوروه الناس وان مكرم هو المثقف لكن يعني دي لها اسباب اخرى للتصوير ده دي فبمنتهى البساطه واللي بيسموها سرعة البديهة والعفوية إن النحاس حسأل... قال قدام الناس اللي بيخطبوا ايه اللي قاعدين في الحفلة ايه م. يا مكرم م. يا مكرم مش يا مكرم باشا ولا يا باشا ولا حاجات م. دي م. يا مكرم كما لو أنه أجير عنه. أه. يا مكرم مش لما ترتب الورق تبقى ترتبه كويس مش لما تكتب الورق أه لما, لما ترتب, ترتب الورق. الورق تبقى أه. ترتبه كويس أه. إحنا كنا بنقول إيه؟ وقام باصص الجملة اللي تكمل دي. آه يعني هو حط له صفحة أربعة مكان صفحة اتنين. اه. القصة دي ليها المقلوب بتاعها بقى. مم اللي ناس كتير عملتها عشان تحرق بيها أسامة الباز عند مبارك. مم أنا رأيي إن اللي صنع أسطورة مبارك ناس. أول واحد فيهم هو أسامة الباز. مم وكتبتها في مقال فمرة إنه وأنا بقول إنه بلغ من تأثير أسامه الباز في مبارك إن بعد شويه أسامه نفسه اتأثر باللي أثر فيه. <applause> يعني أسامه نفسه خد السلو موشن بتاع مبارك في القرارات والحاجات دي. فخد ده. إزاي يا دكتور؟ ما أنا هقول لحضرتك. آه. 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 بعدين بعدين فشوف الحكايه دي، وبعدين مبارك كان يقول فقال له إيه الراجل ده؟ فأنا كتبتها إنه إيه؟ إن شخصية أسامة الباز مم. تماهت مم. في شخصية حسن مبارك. مم. فواحد صاحبنا عجبه الكلمة جدا ودور على التماهي ده يعني مم. إيه وعرفه وكده أستاذ طب يعني مم. وبعدين خلانا مرة في حفل الدفعة كده وقال لي يا فلان أنت كنت وده مبارك عايش مم. قال لي أنت قلت إن أسامة الباز شخصيته عملت إيه كده في شخصية مبارك؟ قلت له تماهت. مم. قال لي الحقيقة أنا عايز أقول لك إن الكلمة دي فيها غلطة مطبعية. <applause> قلت له ايه الغلطة المطبعية <applause> قال لي شيل الميم خليها تاهت فيها. يعني شوفي <applause> الدعابة اللي في الموضوع انها تاهت مش تماهت بس في الوقت المبكر ده الناس اللي نفسهم يبقوا مكان أسامة الباز ومنهم ناس انت بتحبيهم عايزين يط يصدروا على لسان أسامة الباز كلمة تنسفه كلمة تنسفه فكان مبارك يقول له أنا عايز الخطبة ما تزيدش عن ثلث ساعة ولازم اقرا من ورق فروا عن اسامه دي طبعا متفبركه أي. ان اسامه بيقول دخل على الرئيس بعد خمسين دقيقه من اعطاء الكلمه وبراحه كان الرئيس بيعمل بروفه كده يقرا الكلمه آه. آه. فلقاه له خمسين دقيقه وبيقرا مم. فقال له يا سياده الرئيس انت طولت ليه كده حد جالك ولا حاجه بتاعه ما فيش مم. تليفونات وهو شايف ده قال له ما انا قاعد من ساعتها اقرا في الورق اللي انت عامله لي انت مطول كده ليه قال له وريني كده مش انا قلت لك يعني ثلاث صفحات ونص ايه انت ده انا بقالي ده, ده احنا بقينا في صفحه ثمانيه. <applause> واحد اتنين وعد كده الورق وبتاع وكلام من ده، فاسامه استغرب لانه فبص للورق كده وقال له ايه؟ ايه ده؟ ده اصل وصورتين. اصل وصورتين، فهو فدي طبعا ما حصلتش لكن اتعملت عشان تنزف اسامه فما نسفتش اسامه، يعني واللي عملها حد انت بتحبيه قوي. فقال له ده اصل وصورتين. <applause> لا احتمال تكون حصلت ماشي مجراش حاجة ما يعني المنطق ماشي فالشخصيات اللي أنجزت أسطورة مبارك دي يدلنا الجانب الإيجابي عندي إن دي تدلنا على أن ممكن في مصر عمل جماعي ينجح